الو بسم الله الرحمن الرحيم باسم سمو رئيس الاتحاد الاردني لرياضه المعاصرين واعضاء مجلس الاداره وكافه العاملين وكافه المعوقين نرحب بكم اجمل ترحيب في الاتحاد الاردني وذلك لاجراء السحب على اليانصيب الخير العيني الذي اصدره الاتحاد الاردني لرياضه المعوقين حيث تم اصدار 120,000 بطاقة بسعر دينار واحد للبطاقة الواحدة متسلسلة مبتدئة من رقم 1001 وتنتهي برقم 121,000 حيث ان جميع البطاقات مباعة ولا توجد بطاقة مرتجعة في هذا المجال يسعدني ان ارحب باللجنة المشكلة للإشراف على هذا السحب من السيد نايف سعادة ممثل عن وزارة الشباب الآنسة عاصمة دوغان ممثلة عن وزارة المالية السيد صالح مراد ممثل عن الاتحاد العام للمعيات الخيرية والسيد محمد سامي حز الله ممثل عن الاتحاد الأردني لرياضة المعوقين كما ويسعدني أن أرحب معالي الدكتور محمد بسكور نائب سمو رئيس الاتحاد الأردني لرياضة المعوقين والسيد بكر سلامة رئيس لجنة العمل الاجتماعي والتطوعي في الاتحاد والذي عملت جاهدة على توفير كافة الجوائز الخاصة بهذا السنة بحب أن أبدي ملاحظتين في هذا السحب للجنة والإخوان المتواجدين بأن لدينا 6 دواليب الدولاب الأول مرقم في 0 و1 فقط الدولاب الثاني مرقم في 0 و1 و2 فقط والدواليب الأربعة مرقمة من 0 إلى 9 الشمال لليمين اللي بيتفرج للسحب أي رقم يتجاوز 121 يتم إعادته كما أن الدولاب رقم 2 يوجد فيه رقم مغلق وإذا هذا الرقم ظهر على الشاشة سيتم إعادة السحب من جديد هذا السحب يتم حسب نظام الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وحسب إصدارات نظام الاتحاد العام للجمعيات الخيرية نباشر الآن عملية السحب مبتدئين من الجائزة 15 وكما وردت في بطاقات اليانصيب المباعة للجمهور الجائزة 15 عبارة عن صوبة غاز مقدمة من شركة صناعات علاء الدين لجنة 1 2 3 فاز الرقم 119,303 بالجائزة 15 الرقم 119,303 الجائزة 14 وهي عبارة عن جهاز ستيريو مقدم من السيد موفق أبو الذهب فاز به الرقم جاهز 1 2 3
الرقم 7381. 7381. الجائزة رقم 13، وهي عبارة عن جهاز ساتلايت مقدم من شركة رشيد سنقرط وأولاده. جاهز؟ 1 2 3. الرقم 27395. 27395. الجائزة 12، وهي عبارة عن فرن غاز مقدم من شركة رم للصناعات المعدنية. جاهز؟ 1 2 3. يعاد الرقم الشمال، حيث انه الارقام لازم تبدا من 1 من 0 ل 9، واي رقم فوق 121 يلغى لانه عندنا ويعاد. عندنا الارقام لغايه 121000، بعد 121000 يعاد السحب مره ثانيه، وعذرا للخطا. لا ونبدأ السحب من جديد. في ناس زعلانين هون طلع لهم شيء. في معهم شغله 10 دفاتر بأرقام 50000. لا يعني ما حطوا واحد. لا حقها. لا لحد الآن. الأخ صالح مراد من الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، تشييك على الدواليب بالله. بضمتي 10، وهي عبارة عن صوبة غاز. اللجنة ماشية؟ استعداد؟ 1 2 3. يعاد الرقم 125000 لانه فوق 121000. استعداد؟ 1 2 3. يعاد الرقم لنفس السبب. استعداد؟
يعني برضو بكون هذا اللجنة قررين انتم فيني مجان كذا ممكن لا بظل اللجنة يقولوا اللجنة بتقرروا يقعد غلاب واحد ولا الكل انتم اللجنة القرار للجنة اما ان يعاد دولاب واحد اللي هو مدار البحث الدولاب الثاني او ان يعاد الرقم كاملة الرقم ايش قرار اللجنة؟ اما يعاد الرقم كلياته او يعاد الرقم يعاد الرقم كامل يعاد الرقم كاملة نفس الوقت يعاد الرقم كاملة استعداد يعاد الرقم كامل واحد اثنين ثلاث الجائزة الخامسة عشر وفاز بها الرقم 41429 41429 الجائزة الرابعة عشر وهي عبارة عن جهاز ستيريو مقدم من السيد مرفق أبو الذهب استعداد واحد اثنين يعاد الرقم استعداد واحد اثنين الجائزة الرابعة عشر طيب دجني 63991 63991 الجائزة الثالثة عشر وهي جهاز ساتلايت مقدم من شركة رشيد سنقرط وأولاده جاهز؟ واحد اثنين ثلاث فاز الرقم 10345 10345 الجائزة الثالثة عشر الجائزة الثانية عشر عبارة عن فرن غاز مقدم من شركة رام للصناعات المعدنية جاهز؟ واحد اثنين ثلاث يعاد الرقم جاهز واحد اثنين ثلاث يعاد الرقم لنفس السبب جاهز واحد اثنين ثلاث
يعاد الرقم جاهز؟ 1 2 3 الرقم مباع 116 و371 116 و371 الجائزة رقم 11 وهي عبارة عن غسالة مقدمة من شركة ميشيل تحت. جاهز؟ 1 2 3 فاز الرقم 13092 13092 جائزة رقم 10 وهي عبارة عن سجادة فاخرة مقدمة من الصالون الأخضر. جاهز؟ 1 2 3 فاز الرقم 49194 49194 الجائزة التاسعة جهاز مايكرويف مقدم من شركة أحمد عيسى مراد وأولاده. جاهز؟ 1 2 3 الرقم 114 و115 الرقم 114 و115 فاز بالجائزة التاسعة. الجائزة الثانية عبارة عن جهاز فيديو مقدم من السيد إمير حداد. جاهز؟ 1 2 3 يعاد الرقم. جاهز؟ 1 2 3 الرقم الفائز بالجائزة الثامنة 49023 49023 الجائزة السابعة عبارة عن تلفزيون 20 بوصة مقدم من مجمع صناعات الشرق الأوسط. جاهز؟ 1 2 3 فاز الرقم 92440 بالجائزة السابعة. الجائزة السادسة عبارة عن ثلاجة 12 قدم مقدمة من شركة الجنوب للإلكترونيات. جاهز؟ 1 2 3
يعاد السحب على هذه الجائزة. جاهز؟ واحد اثنين ثلاثة. يعاد السحب مرة أخرى. جاهز؟ واحد اثنين ثلاثة. الجائزة السادسة فاز بها الرقم 27-05. 27-05. الجائزة الخامسة طاولة مكتب مع كرسي مقدم من المجاهر العلمية الشابات المسلمات. جاهز؟ واحد اثنين ثلاثة. وفاز بها الرقم 90-424. 90-424. الجائزة الرابعة عبارة عن غرفة نوم شباب مقدم من مفروضات عمان. جاهز؟ واحد اثنين ثلاثة. وفاز بها الرقم 74-673. 74-673. بدو الجائزة الثالثة عبارة عن جهاز كمبيوتر مقدم من الشركة العربية للأنظمة المكتبية. جاهز؟ واحد اثنين ثلاثة. يعاد السحب. جاهز؟ واحد اثنين ثلاثة. وفاز بالجائزة الثالثة الرقم 9489. 9489. الجائزة الثانية جهاز فاكس مقدم من المؤسسة العربية الحديثة للأعمال التجارية. جاهز؟ واحد اثنين ثلاثة. يعاد السحب على هذا الرقم. جاهز؟ واحد اثنين ثلاثة. اللجنة
الرقم 54966 54966 فاز بالجائزة الثانية. الجائزة الأولى تذكرة سفر عمان أوروبا عمان مقدمة من الملكية الأردنية. جاهز؟ 1 2 3 يعاد الرقم. جاهز؟ 1 2 3 يعاد الرقم مرة أخرى. جاهز؟ 1 2 3 فاز بالجائزة الأولى تذكرة السفر عمان أوروبا عمان الرقم 44185 أيها الإخوة، والآن مع الجائزة الكبرى الأولى وهي سيارة هونداي موديل 96 تبرعت بجزء من ثمنها مؤسسة الوحدة للتجارة وكلاء هونداي في عمان. جاهز؟ 1 2 3 الجائزة الأولى كانت لحامل البطاقة رقم 25286 25286 وبهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الحفل. مقدمين الشكر إلى اللجنة التي أشرفت على هذا السحر، كما ونقدم كل الشكر والتقدير إلى من ساهم في إنجاح هذا الأناصيف وإلى كافة الإخوة الذين قدموا الدعم، إما كان عن طريق شراء البطاقات أو عن طريق تقديم الجوائز. شكرا لحضوركم، شكرا لكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير. أنتم بخير. أنا معي دفاتر، بس 2 أنا 3
الله صور لي بحده بس. محتاج سنين اصور جنبه. صور لي جنبه بس.